شفتوا قد ايه هذا التفاعل العربي من قبل الاشقاء مع هذه الفرحه العابره للحدود، وقيمه الاهلي وفرحه الاهلي واحساس الناس بانتصارات الاهلي ومعناها كصانع للسعاده. لكن كمان لما نلاقي المردود هنا في مصر على مستوى الزملاء مقدمي برامج التوك شو، مهما كانت الاحداث العامه اللي موجوده يبقى تتويج الاهلي حدث مهم جدا عند الكثيرين منهم. منهم الاستاذ تامر امين اللي عاد، ونقول له العوده احمد ان شاء الله ومزيد من التالق. تامر امين في لقطه للتاريخ. اما عن الخطيب فحدث ولا حرج. لقطه للتاريخ لانها تحدث لاول مره في التاريخ. اول مره في تاريخ كره القدم لعيبه فرقه تهدي ميدالياتها لرئيس النادي. بيبو أسطورة الأهلي الحية ورئيس النادي الأهلي، الأدب الذي يمشي على قدمين، الاحترام الذي يمشي على قدمين، الانتماء للأهلي كما يمشي على قدمين. هو ده محمود الخطيب في سطور قليلة. الاحترام يمشي على قدمين، والأدب والأخلاق والانتماء لقلعة اسمها الأهلي بمبادئها وروحها وروح الفانيلا الحمراء. اللي حصل من لعيبه الاهلي امبارح يدل على ان احنا في البيت زي ما قلت لكم. محمود الخطيب هو رب البيت الاهلاوي، ولعيبه الاهلي بيقولوا له الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ليك، عشان كده انت اللي تستاهل الميداليات. الرساله اللي ما اتقالتش من لعيبه الاهلي وهم بيلبسوا الخطيب امبارح الميداليات بتاعتهم، عايزين يقولوا له كده: انت السند واحنا السبب. وانا بقول له بالفم المليان: انت مش بس تستحق الميداليات الكتير اللي طوقت عنقك امبارح يا بيبو، لا، انت كمان تستحق احترام وتقدير وحب الملايين حتى من غير الاهلاويه. بجد انا وانا بنتمي للبيت الاهلاوي حاسس ان انا كده في بيت فرحه وبيت بطولات وبيت امجاد. عارفين هو البيت الاهلاوي ده هو بيت العز. فاكرين بيت العز؟ ايوه، انا واحد من أفراد بيت العز الأهلاوي. دام الأهلي صانعا لسعادة جمهوره. بيت العز يا أهلي، حقيقة حقيقة أنت بتتلكك عشان تقابل حد بره يعرف أنك أهلاوي، عشان تشوف معاني الاحترام والتقدير والفرحة والبهجة اللي اسم الأهلي بيبعثها. الأهلي هو سفير الرياضة، سفير الاحترام، سفير المعاني السامية اللي عايزين أولادنا الصغيرين كلهم يتشربوها، مش الكلام، ويتشرفوها كمان. مؤكد احنا بنتشرف بانتمائنا، بنتشرف باللي بنتعلمه كل يوم من النادي الأهلي. صحيح. يعني النهاردة اللعيبة علمتنا ايه؟ اللي عمالين ندي مهما قلت وعدت، لا، اللقطة دي ملهمة، التاريخ زي ما تامر ملهمة وبتعلم. صحيح. يعني ما يعني ما تجيش على بال حد. ولذلك بقول لك كابتن خطيب مهما كرم انا متاكد لم يشعر هذا الشعور اللي شعره وهو بيقلد هذه الميداليات بهذه التلقائية. يا رب الاهلي يكمل كده، ويا رب نسر الاهلي يحلق وعلى ظهره الغربان التي تنقر دون تأثير لتموت في العلا. طيب إذا كان تامر أمين واحد من ولاد بيت العز زي ما قال، وله كل السعادة والشرف والفخر، هنلاقي على الجانب الآخر لما تغير المحطة واحد مش أهلاوي، بل بالعكس هو بيجاهر دايما وأبدا بخفة ظل إنه بيتحمل كل النتائج اللي بيحققها ناديه. الزميل عمرو أديب كيف رأى تتويج الأهلي السوبر؟ تهنئة من القلب للنادي الأهلي لتحقيقه اللقب السابع، السوبر السابع. اليوم النادي الأهلي عمل مباراة عظيمة. أنا بصراحة كنت اتفرجت على الشوط الأول وما كنتش متفائل خالص، وكنت خايف، كان بيلعب قدام فريق البركان المغربي، ولكن النادي الأهلي قدر يتماسك في الشوط الثاني
وشريف جاب جون من ماركت عماد متعب. الولد ده مكسب للنادي الأهلي، مكسب حقيقة يعني. شريف وطاهر كمان وكل لعيبة الأهلي النهاردة كانوا رجال، وكان في موقف اللي احنا شايفينه النهاردة لو سمحت نرجع الصورة اللي ورا، ان كل اللعيبة وهي طالعة على منصة التتويج كانت بتقلع الميدالية بتاعتها وتلبسها للأسطورة محمود الخطيب. طيب اعرفوها بقى تاني، الشوط الأول والشوط الثاني والفترات والكلام على طريقة كلاي، الأهلي يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحل. هو شايف موسيماني ان الطريقة دي اللي تناسب الأجواء، الإرهاق والإصابات وعدم الاستقرار على تشكيل ثابت، وإنه بيلاعب فرقة عارف إمتى هيقدر ينقض عليها ويخلص الليلة. فأستاذ عمرو دايما معانا وتشاركنا أفراحنا يا أستاذ عمرو. طيب ده نجوم التوك شو العام، نجوم التوك شو الرياضي بقى. الزميل الكابتن سيف زاهر شاف اللحظة الاستثنائية دي ازاي. محمود الخطيب أخذ اللقطة اللي يستحقها. الكابتن محمود الخطيب أخذ اللقطة اللي يستحقها. بيبو أخذ اللقطة اللي يستحقها. اللقطة الأخيرة هي أحلى لقطة. كل اللعيبة بتدي الكابتن محمود الخطيب الميدالية. اللقطة دي ربنا بيكافئه فيها. اوعوا تفتكروا ان ده تنظيم بشر، يعني اوعوا تفتكروا ان ده حاجة مثلا اتظبطت اللعيبة قعدت مع بعض. ده إحساس داخلي لواحد واقف على باب الأوتيل واحنا نازلين، واقف على باب الأوتيل واحنا خارجين، بيسلم على واحد واحد، واقف على باب الطيارة. هو في الآخر محمود الخطيب بيبو أسطورة أفريقيا، مش من السهل إنه يعمل كده، ولكن هو عايز يصدر مشهد للعيبة. عايز يصدر مشهد للعيبة، عايز يقول لهم العلاقة بيننا مش رئيس ولاعب، العلاقة بيننا أب وابنه. كل أناء ينضح بما فيه. يعني لابد أن إناء الأهلي ينضح هذا العسل. هذه السلوكيات وهذه التصرفات كله كل قياداته وكل لعبته وكل إدارته متسقة مع بعضها ماشية على نغمة واحدة. والنشاز تبص تلاقي سبحان الله زي الجسم ما بيلفظ، الجسم الغريب كده منه. لا مكان لأحد نشاز في النادي الأهلي، غصب عنه ما بيستحملش النادي الأهلي. ولا يبقى غير هؤلاء الرجال العظام اللي احنا بنتعلم منه كل يوم، لعيبة، جماهير، أعضاء، قيادات. بنقول كمان للزميل العزيز إبراهيم فايق حمد الله على السلامة وسلامتك من أي مكروه. عانى من ظروف صحية، غاب شوية، لكن لما رجع على وش السوبر، فكان رأيه مهم. اللقطة الحلوة اللي عجبتني النهاردة وإن جاز التعبير أقدر أقول عليها هي لقطة رد الجميل. هي لقطة لعيبة النادي الأهلي وهي بتقول للكابتن محمود الخطيب شكرا، وتكريم مختلف، تكريم في تقدير لعطاء هذا الرجل الخلوق المحترم لسنوات طويلة. يعني مش هتعرف تعدي اللقطة دي. عادي انه لعيبة النادي الاهلي تاخد الميداليات وتطوق بيها عنق الكابتن محمود الخطيب، ده مش هيحصل الا اذا كان في قناعة بالشخصية دي. في قناعة، يعني في قناعة عن ايه؟ يعني الرصيد، الاسم، التاريخ، الرمز، الاستمرارية في العطاء، انه متواجد مع الفرقة على طول وباستمرار رغم ما تعبه احيانا كتير، رغم مشاغله احيانا كتير، لكنه حريص على ده رغم الضغوط اللي موجوده. والاهلي مر بفترات صعبه على المستوى الكروي، فترات صعبه جدا، ولكنه في النهايه نجح ان يصل الى مبتغاه. وهو ايه مبتغى النادي الاهلي غير ارضاء جماهيره بالوقوف دائما وابدا على منصات التتويج؟ هل في حاجه تانية يسعى اليها النادي الاهلي؟ النادي الاهلي يكد ويشتغل ويعمل باستمرار ليه؟ ارضاء جماهيره، وده اللي احنا شفناه النهارده، لقطه لعيبه النادي الاهلي وهي بتقول للكابتن محمود الخطيب شكرا. يعني الكل، الناس لن تتوقف عند اللقطه دي حقيقي. يعني
هي حاجة من الحاجات الخلاص هتبقى تاريخ يتوقف أمامها واستلم دروسها وتصدره. ده المهم استلهام الدروس منها، لأن فيها دروس كتيرة جدا في العرفان والامتنان والتقدير والإحساس بما تحمل المسؤول. أعتقد حضراتكم كلكم فاكرين كابتن الخطيب تحمل قد إيه من الإزاءات والإساءات والتطولات والتجاوزات أستاذ إبراهيم كتير، وترفع البسيطة العبقرية العميقة المؤثرة، تصرف ولا مليون كلمة ولا مليون بيت شعر ولا مليون تترجم اللي حصل، تترجم اللي حصل. وده اللي خلى صديقنا العزيز مهيب عبد الهادي في الام بي سي يقول لك ما تخافش وانت بتراهن على الاهلي. نسمعه. وانا عايز اقول للناس اللي بتراهن على النادي الاهلي ما تخافش، الناس اللي اتخضت في الشوط الاولاني وقعدت تتكلم على الاداء، الماتشات دي مش بتاعه اداء، الماتشات دي بتتلعب عشان تكسب ولا تلعب. فمبروك للاهلاويه بعد التسعه زي ما قلت لكم، السبعه في السوبر. موسيماني ممكن يكون اداء الفريق مش مقنع للناس كتيره جدا، لكن بالتاكيد في وجود الجنوب افريقي دولاب بطولات الاهلي يعني مقتنع ومبسوط باربع بطولات في اقل من 8 شهور. النهارده الاهلي بيدينا والله الكلام عن الاهلي يعني مش عارف اقول لكم ايه. حاجه تفرح، جماهيره فرحانه بيه، حاجة تشرف. الأهلي مشرفنا في كل حتة. الأهلي تراهن عليه زي ما قلت، اللي يراهن على الأهلي ما يخسرش، اللي يراهن على الأهلي يكسب. الأهلي فريق كبير، فريق عظيم بجد، حاجة تفرح الناس اللي فرحانة دي في كل بلد بيروحها النادي الأهلي. الشوط الأولاني الأداء ما هو طبيعي، بس بيكسب، بيعرف يكسب، بيعرف يخلص. هي دي قيمة الفرق الكبيرة، قيمة الفرق اللي بتنافس دايما على بطولات. اصبروا شويه، عشان كده يمكن انا حتى لما اتكلمت بعد او بين الشوطين المباراه، مش الماتشات دي ماتشات التحليل بقى اللي انت تقعد في استوديو التحليل وتقول الشوط الاولاني والشوط الثاني، لا، الماتشات دي بتاعت مباراه واحده، يعني تنزل تكسب وتمشي. الاهلي معلم اخطف واجري، ودي حاجه كبيره، ودي سمات الكبار دايما. كلمة تكسب ولا تلعب أنا عارف الغرض منها، يعني ممكن يكون غرض مش خبيث يعني، لكن هو مش صح. هو بتلعب، هي بتلعب عشان تكسب، لكن مش بالمعنى اللي تتلعب للإمتاع لمجرد الجمالي. ولذلك أنا بقولك إذا استدرجت إنك تستعرض قوتك على اللي قدامك ممكن يستهلكك، ممكن يخلص هو عليك. وكل المباريات اللي خسرها النادي الأهلي هي المباريات التي حاول أن يظهر سطوته على الفريق المنافس، فاللدغة كانت بهجمة مرتدة أو في لحظة ما كانش معمول حسابها من كرة ثابتة، والسيطرة والهيمنة بتبقى للنادي الأهلي. فأنا هي لا تكسب، تلعب لتكسب، تلعب لتكسب. مش تلعب بالطريقة التكتيكية اللي تخدم الهدف. أنا هو الراجل عارف ظروف فرقته، هلعب كده. الناس دي تاني هتستهلك في 45 دقيقة الأولى، لكن حقدي على خطورتها، لازم يكون ده هدفه. مش معنى كده إنه يسيبهم يشكلوا خطورة. لكن مش معقولة فرقة هتقعد 90 دقيقة ما تشوتش على الشناوي يطلع كورة ولا غلطة لمدافع، لازم هيحصل على مستوى كل الفرق الكبرى. ولكن موسيماني عارف هو عايز ايه من كل مباراة، وبيحقق الأهداف. واعتقد ان جمهورنا اول ناس لازم بقى يفهموا هذا الكلام. وجزء منهم اذا كنتوا يا جماعة خايفين قوي اثناء المباراة، ما تكتبوش حاجة وانتوا بتتفرجوا، ما تكتبوش حاجة. انتوا بتدوا لغيركم سلاح يعني يشوه انتصاراتكم ويذهب اخفاقاته، انتوا بتدوا له السبب ده. فتنبهوا شوية بقى.